حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة أمريكية تتحدث عن طفلة يمنية تنتصر على قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب الحرب اليمنيون يتجهون للملابس المستعملة. ومن أخبار الصحافة المنوعة، أم تبيع ابنتها وتشتري مستحضرات تجميل. أهلا بكم. تواجه ميناء عدن جملة من الإجراءات والقرارات التي تسببت في بطء وتيرة عمل الميناء وانصراف عدد من شركات الملاحة عن التعامل معها. وعنوان موقع المصدر أونلاين، نقابة عمال ميناء عدن تحذر من إجراءات تهدد النشاط الملاحي للميناء. وكان التحالف العربي الذي يشرف على عمل الميناء قد اتخذ قرارات تقضي بمنع استيراد عدد من السلع، ما أدى إلى ضعف وتيرة النشاط الملاحي. وكانت أبرز السلع التي منع استيرادها هي السيارات والألواح الشمسية. وهو وفقا للموقع، ما دفع الشركات المستوردة إلى البحث عن سبل أخرى لإدخال هذه البضائع إلى اليمن. وفي تصريح صحفي استنكر رئيس نقابة عمال ميناء عدن للحاويات سعيد المعاري ما وصفها بالقرارات غير المبررة التي تهدد استمرار النشاط الملاحي في الميناء، من حيث تأخير دخول السفن إلى مرسى الميناء رغم قدومها من ميناء جدة بعد حصولها على تصريح رسمي. وأشار المعاري إلى أن ميناء عدن لم يعد ميناء دوليا بعد حرب 2015، وبسبب تحويل مركز تجميع البضائع الواردة للسوق اليمنية إلى ميناء جدة الإسلامي بحجة الاحترازات الأمنية. وأفاد الموقع أن المعاري عبر عن استياء النقابة مما وصفه بالتصعيد من قبل غرفة عمليات التحالف في عدن بتأخير دخول السفن إلى مرسى ميناء عدن. الحاجة الدائمة إلى عدو. تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني سمير الزبن مقاله في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه: إذا كانت الحروب بين الدول ترخيصا ممنوحا شرعا لقتل أناس لا نعرفهم من منطق نحن على حق وهم على باطل، فإن الحروب الأهلية ترخيص لقتل أناس نعرفهم خير معرفة، حيث يكون العدو في الحرب الأهلية حميما، الجار السابق، زميل المدرسة أو الجامعة السابق، الصديق السابق، ويصبح العنف سلسلة متصلة تبدأ في فترة السلام التي تسبق الحرب بشيطانة الآخر المحلي أو تصغيره حتى يصبح أقل شأنا منا، وبالتالي يستحق أن نسحقه. وتشكل الحرب ذروة له من خلال محاولة إبادة الآخر بالقتل قبل أن يقتلنا هو، لأننا لا نستطيع أن نتعايش معه، إما نحن أو هم الإلغائي. وهكذا تستمر العملية الإلغائية حتى بعد توقف القتال من خلال القمع الذي تمارسه الجهات المنتصرة بوصف سياسة المنتصر تقوم على إلغاء الآخر واضطهاده، لأن من لم نستطع إبادته تماما يتحول من عدو معلن في حالة الحرب إلى عدو خفي، وهذا ما يجعله عدواً أخطر حسب نظرية المؤامرة، ما يستدعي سحقه في الحرب والسلم. لا توجد خطوط للجبهة في الحروب الأهلية التي تشن من دون إعلان مسبق، فالجبهة تخترق المجتمع والنفوس والجغرافيا، ويتم دفع الهويات الجزئية والمناطقية والدينية إلى أقصى حالاتها الإلغائية العنيفة، حيث تصبح المجازر ردات فعل استباقية معممة ضد العدو الداخلي الذي سيذبحني إن لم تسبقه إلى ذلك. يأتي انتقال المجتمع من الحالة السلمية إلى حالة الحرب الأهلية من خلال تحولات عميقة في المجتمع تجعل التعايش بين الفئات أو الطوائف أو الطبقات الاجتماعية غير ممكن، وهي ما تحصل عادة عندما تستثئر فئات بعوائد المجتمع وتمنع الآخرين منها. يعنون موقع المشاهد نت حول الإعصار الذي ضرب جزيرة سقطرى في صفحته الرئيسية: سقطرى، رحل الإعصار وبقيت الكارثة. ويورد الموقع نماذج لأهالي شردهم الإعصار. ليس بمقدور الأربعيني أحمد خميس السقطري العودة إلى منزله بعد أن تهدم بفعل إعصار ميكونو الذي ضرب الجزيرة. يقول للمشاهد متابعا بحزن: لا يوجد معي سكن وأفضل البقاء في هذا المرفق الحكومي،
الكثيرون هنا عادوا إلى منازلهم لأنها لم تصب بأذى، أما أنا إلى أين أعود؟ السوق قطري كان ضمن 2750 نسمة توزعوا على المرافق الحكومية ومدارس الجزيرة في حديبو عاصمة محافظة سوق قطرة عندما داهمها الإعصار. تسربت مياه السيول إلى منازلهم وفقا للتقرير المرفوع من محافظ سوق قطرة إلى رئيس وزراء الحكومة الشرعية. سقوط منزل السوق قطري ضاعف من معاناته اليومية، إذ أن قاربه الوحيد الذي يمتلكه للاصطياد ابتلعه الإعصار في سواحل الجزيرة، ولم يعد لديه مصدر رزق آخر يقتات منه. كل شيء اختفى فجأة، المنزل والقارب لم يتبقى لي شيء. يتابع متسائلا، ماذا ستفعل لنا المساعدات الغذائية؟ كم ستستمر؟ في النهاية سنجد أنفسنا وحيدين في هذه الجزيرة المعرضة لكوارث الأعاصير المتلاحقة. اليمنيون يصنعون الحياة، تحت هذا العنوان كتبت هويدا اليوسفي مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في جزء من المقال: ما زال ظلام الحرب يخيم على العاصمة صنعاء، يحصد أرواح الأبرياء حتى في شهر رمضان الكريم، ويحرمهم أبناءهم وذويهم وأرزاقهم، لكنهم ما زالوا يقاومون ويحاولون تبديد هذا الظلام، ويصنعون فوانيس الحياة بأنفسهم. قتلوا الخوف في دواخلهم، فلم يعودوا يكترثون للقصف المستمر الذي اعتادوا عليه. ترى الشارع الذي شهد قصفا البارحة يعج بالناس في اليوم التالي، وكأن لسان حالهم يقول: الحياة خير من الموت. لا يثنيهم الخوف عن مواصلة الحياة، مؤمنين أن الحياة والموت بيد الخالق وحده، وعلى المرء مواصلة الحياة. فأخذوا يبحثون عن حلول محلية بديلة لكل مشكلة تواجههم، وإن كانت بدائية، فتراهم يصنعون طرقا بديلة تغنيهم عن الغاز المنزلي الذي أصبح في حكم المعدوم. فصنعوا أدوات لإنضاج الطعام يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية أو بالحطب أو بنشارة الخشب، كما صنعوا بدائل للإضاءة بأقل الإمكانات. أسواق صنعاء مفتوحة والحياة فيها مستمرة يرتادها اليمنيون، وإن للتنفيس عن همومهم، فرؤية الأشياء الجميلة والجديدة تبعث البهجة في النفس، وحين تلجو سوق صنعاء القديمة المسمى بباب اليمن تنسى الهموم والأحزان، فهي سوق ومعلم سياحي جمعت الأصالة والحداثة في مكان واحد، فتستنشق فيها عبق التاريخ المنبثقة من أبنية صنعاء القديمة ذات الطابع المعماري المتميز. في سوق شعبي لبيع الملابس المستخدمة شرق صنعاء، جلس الحمودي يتفحص بعناية بنطلونا مستخدما، قائلا للطفل كان يقف بجواره: يبدو هذا جيدا، قبل أن يسأل البائع عن الثمن. هذه حادثة بدأ بها موقع ارفع صوتك تقريرا تحت عنوان: بسبب الحرب اليمنيون يتجهون للملابس المستعملة. وقال الموقع: وخلال السنوات الأخيرة لجأ الحمودي كثيرا إلى أسواق الملابس المستخدمة أو ما يسمى بالحراج لشراء احتياجات أسرته المكونة من 8 أفراد. ويعمل الحمودي موظفا حكوميا، لكنه لم يتسلم راتبه منذ 19 شهرا، كحال معظم الموظفين اليمنيين الذين فقدوا مصادر دخلهم. يقول: منذ حوالي 2 عامين أشتري ملابسي وملابس أطفالي من سوق الحراج هذا. نجد هنا ملابس ذات قماش جيد، لكن الأهم أنها رخيصة الثمن. ووفقا للموقع، تنتشر في عموم المدن اليمنية محلات وأسواق شعبية لبيع الملابس المستعملة، غالبيتها مستوردة من خارج البلاد. وبسبب الحرب والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، باتت هذه التجارة تلقى رواجا كبيرا. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. We'll be right back.
أهلا بكم مجددا. نقلت صحيفة The Wall Street الأمريكية في صفحتها الرئيسية قصة الطفلة اليمنية المعاقة التي انتصرت على قانون الحظر. وقالت الصحيفة إن الطفلة شيماء العمري وصلت إلى نيويورك يوم السبت 26 مايو 2018 لإعادة توطينها بعد أن كانت المحكمة العليا المختصة بمراجعة حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب قد أعادت النظر في قرار استبعادها. وبحسب والد الطفلة فإنه بعد رفض استمارتها في شهر يناير 2018 ألغت السفارة الأمريكية لدى جيبوتي القرار وأصدرت تأشيرة تسمح للطفلة شيماء العمري 10 سنوات وأسرتها بالهجرة إلى الولايات المتحدة. وكانت أسرة العمري قد انتظرت سنوات بعد تقديم أوراق الهجرة حتى موعد مقابلة الحصول على تأشيرة مع موظفي القنصلية الأمريكية بتاريخ يناير 2018. وبينما كانوا ينتظرون انتخب ترامب رئيسا. وخلال أيام من وصوله لمنصبه في شهر يناير 2017 بدأ جهوده المثيرة للجدل في حظر دخول مواطني اليمن وبعض الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة. ومع ذلك فقد قال فتيحي مستشار العمري إنه كان واثقا بقبول إعفاء شيماء. السيول تحاصر يمنيين في محافظة المهرة ودعوات لإنقاذهم، عنوان في صحيفة العرب الجديد. قالت في تفاصيله إن مسؤولين يمنيين أطلقوا مناشدة لإنقاذ سكان في محافظة المهرة جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وقال وزير الثروة السمكية في اليمن فهد كفاين: السيول تحاصر المواطنين في محافظة المهرة ولا بد من تحرك عاجل للإنقاذ. وكان محافظ المهرة راجح باكريت قال إن هناك سيولا جارفة بمديرية حوف، مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 50 شخصا عالقين وسط وادي الجزع بين منطقة العبر ومدينة الغيضة. تصدعات حوثية، مناورات أم متغيرات؟ تحت هذا العنوان كتب يوسف الديني مقاله في الشرق الأوسط مضيفا: الحوثيون اليوم يدركون أن إيران لا يمكن أن تصمد على مستوى الإمداد أو التدريب أو حتى المساندة السياسية في ظل المتغيرات الدورية تجاه إيران وتدخلاتها في المنطقة، وهو ما يعني أن ميليشيات وأذرع ملالي طهران في طريقها إلى الانكشاف التام عسكريا وسياسيا، وأول من يتوقع أن يتم التخلي عنه هم الحوثيون أنفسهم الذين لم يعاندوا التاريخ والجغرافيا فحسب، بل ما حدث هو انعكاس لتحولات سريعة. التقارير تشير إلى تصدع حوثي كبير، إذ تم نقل عشرات الدبابات والمعدات الثقيلة والأسلحة والذخائر من مخابئ في العاصمة صنعاء إلى معقل الميليشيا في صعدة. والسؤال: هل سلوك ميليشيا الحوثي باتجاه الانكفاء والعودة إلى صعدة جزء من مناورة بسبب معطيات عسكرية على الأرض أبرزها تقدم التحالف ونجاحاته المتتالية، أم أن هناك متغيرات أخرى؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال، لكن يمكن تأكيد أن هناك عوامل متعددة ومعقدة في تفسير سلوك ميليشيا الحوثي، أهمها الطرف الدولي والإقليمي، وهناك ضغوط جادة وقوية لا يمكن أن تخطئها عين القيادات السياسية الحوثية حول ضعف طهران السياسي إلى الحد الذي بات تخلي الإيرانيين عن الحالة اليمنية وشيكاً، ومحاولة التركيز على سوريا ووضعية حزب الله. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية، عنونت صحيفة لابغيس الكندية المكتوبة بالفرنسية والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس: اليمن التحالف يقترب من الاستيلاء على ميناء استراتيجي. وقال التحالف المناهض للتمرد إن قوات الحكومة اليمنية على بعد 20 كيلومترا فقط من ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون ويستخدمونه كمدخل رئيسي للمساعدات الإنسانية. وقالت الصحيفة إن الأمم المتحدة تخشى من أن هذه العملية العسكرية ستؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية، حيث أن 70% منها تصل إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، في حين أن أجزاء من البلاد على وشك المجاعة. لكن التحالف الذي تقوده الرياض يقول إنه ينوي قطع طريق الإمداد الرئيسي للمتمردين، فبحسب التحالف يعتبر هذا الميناء الغربي نقطة انطلاق لهجمات المتمردين على السفن في البحر الأحمر، وهو المكان الذي تسلم إيران من خلاله
أسلحة للحوثيين. بالنسبة لجيرالد فيرستين السفير الأمريكي السابق في اليمن ومدير معهد الشرق الأوسط في واشنطن فيقول إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان بإمكان أعضاء التحالف الاستيلاء على الحديدة بل ما يريدون فعله بعد ذلك، وأضاف هل سيسمحون بدخول المعونات الإنسانية دون عوائق وهل يعتمدون على انتصارهم العسكري للحصول على محادثات سياسية؟ إذا لم يحدث ذلك فإنه لن يكون إيجابيا. وفي واحد من أغرب الأخبار المنوعة عنونت صحيفة الشرق الأوسط أم تبيع ابنتها وتشتري مستحضرات تجميل، وقالت الصحيفة إن هذه الأم التي تعيش في تشينغ تشو في الصين ادعت أن ابنتها البالغة من العمر سنة واحدة قد اختفت، وقالت إنها ذهبت إلى المدينة لمشاهدة معالمها السياحية لكنها فقدت ابنتها الرضيعة داخل محطة قطار، إلا أن التحقيقات التي استغرقت 10 ساعات كشفت أن الطفلة لم تختفي كما زعمت والدتها، بل قامت الأم ببيعها مقابل 50,000 يوان أي ما يعادل 7,800 دولار. وذكرت التقارير أن الأم اعترفت بعد ذلك ببيع ابنتها بعد وصولها إلى المدينة، وذهبت إلى التسوق بعد الحادث وأنفقت 6,000 يوان على مستحضرات التجميل، وتمكنت الشرطة من تعقب الطفلة وإعادتها في النهاية إلى والدها بينما اعتقلت شخصين بتهمة تهريب الأطفال. جولتنا المصورة اليوم منتقاة من موقع أسوشيتد بريس، وتركز الصور على ما يخلفه بركان هاواي من دمار وفوضى ورعب. نتابع الصور. وبهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.